عالم الفن دلوقتي انت معاه بكل حواسه، هل تركت عالم الرياضه ولا انت عندك المشروع بتاعك اللي بتدرب فيه مازال وهيكمل معاك وهتبقى ما بين الاثنين، ولا هتتفرغ للفن؟ لا احنا عندنا سكواش اكاديميز بتاعتنا، ده حاجه دي في الدم، ده ما ينفعش. سكواش اكاديميز بتاعتنا عندنا عندنا فروع كتير، وعندنا بادل دلوقتي كمان وكده، بس انا دماغي كلها في مشغول جدا بالتمثيل وبالتاثير وبالالهام، ويعني عندي مسج عايز اوصلها، وعايز اقول للناس ان الدنيا كويسه، وعايز اساعدهم، وعايز اكبر خواطر من خلال تمثيل، يعني عندي رسائل مهمه جدا عايز اوصلها. هل يعني دخولك مع نيلي ومشاركتك في الاعمال بتاع نيلي ان انت كنت مستعجل، ولا دي كانت الفرص المتاحه اول ما رجعت من امريكا؟ والله دي كانت الفرص المتاحه، بس خلي بالك انا اول حاجه عملتها انا كسبت حريف تمثيل بتاعت اورنج، بتاعت التليكوم اورنج. انا كسبت الحريف تمثيل لما جيت من امريكا بالمشهد بتاع استاذ عادل امام في عماره يعقوبيان ومدام يسرى العظيمه يسرى في 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 في, في الفيلم ده. انا عملت المشهد، كان فيه 750 واحد، انا اللي كسبت المشهد، وخدت مشهدين في المسلسل مع استاذه يسرى. فالكلام ده انا بتري، انا لما دخلت قبل ما اعرف نيلي كنت لسه ما اعرفش نيلي، يعني ما كنتش اعرف حد يعني اصلا، فاهمه؟ فانا ما ابتديتش مع نيلي، يعني الناس ما عرفوكش غير لما ابتديت مع نيلي، فكان ده كان ليه دور ان بدات تتعرف من خلال التعامل مع نيلي. ودلوقتي انت بتبعد عن حته نيلي وبتاخد الوضع بتاعك بقى، خلاص هشام بقى معروف، مثلت جميله لا عمله نادره، وعملت حاجه مع ريهام حجاج يوتر. بدات ان انت تبعد شويه علشان خاطر عايز، حسيت ان ده مش مناسب ان انت بالظبط. ما هو لك الحاجه، انا لو انا ما عنديش كفايه فهقول بقى انا اشتغل مع مراتي وبتاع، لكن انا عندي كتير قوي، يعني عندي شخصيات كتيره جدا، وعندي تمثيل كتير جدا، وعندي حاجات كتير جدا عايز اطلعها، لان انا واثق من الكلام ده بعد المذاكره، عارف ايه اللي عندي. فانا مش موضوع معنيلي او مش معنيلي، مش 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 مش, مش مهتم بيه. الملحد شايفه ان هيقدر يغير مستقبلك، وشايف ان ده الفرصه اللي انت بتستناها، لان انا شايفه انت عامل فيه كاركتر فظيع ومغير من شكلك. وطبعا استاذ مندو العدل طبعا اداني فرصه عظيمه، لان هو بعت لي المشهد ده وقال لي عملت اوديشن على المشهد، ويوم لما قال لي ان انا هعمل المشهد انا كنت طاير من الفرح، لاني حسيت ان عارفه في حاجات كده بتبقي انت مبسوطه جدا بيها لما بتحسي ان انت ممكن تشتركي او تكوني جزء من عمل هيأثر وهيعيش. اديكي شايفه كميه الافلام اللي بتنزل، فيلم بينزل بعد ربع ساعه ما عادش فاكر ايه اللي حصل في الفيلم، فاهمه؟ وياما افلام قديمه بصي بقى لها كام سنه، 20 و30 و10 سنين و40 سنه فاكرينها، ولما بتيجي متفرج عليها تاني وكده. فلما حسيت ان الفيلم زي ده بيناقش قضيه خادشه جدا، وبيناقش قصه تابو جدا جدا، واول مره نبدا بقى فعلا نطلع المشاكل الحقيقيه الموجوده في المجتمع ونتكلم عليها، هو ده المفروض، ده المفروض دي وظيفه الفن الحقيقي، التاثير في البني ادم ومناقشه المشاكل الحياتيه. فحسيت ان انا ممكن يعني مبسوط جدا بالعمل. وبعدين لما عرفت بقى دور المشهد ده ايه بالظبط وكبره كده، كنت سعيد جدا جدا، سعيد اكتر بكتير يعني. وطبعا شكلي واحد تاني خالص، وانا بحب كده، وباذن الله هتبقى حاجه مختلفه جدا ان شاء الله. انا من خلال الصور اللي انا شفتها حاسه ان هتبقى بالنسبه لك فرصه كبيره ونقله كبيره. انت ونيلي في البيت، مين بيفيد التاني فنيا؟ يعني انا حاسه ان كلامك طول الوقت على الفن، نيلي مقله جدا في انها تتكلم في الفن، فهل نيلي ممكن تأثر لك مشوارك انها تقول لك حاجات وخبرات ضرتها واذيتها انك تبعد عنها، وانت ممكن تنقل لها صوره الحاجات اللي بتدرسها، الحاجات الجديده، التطور اللي بيحصل؟ بصي يا نيلي، الحقيقه يعني عشان بس اكون حقيقي معاكي واكون حقاني، نيلي ظاهره فينومينا، ظاهره بمعنى ان هي ممكن ما تكونش محضره قوي، او ممكن تكون مش مذاكره قوي، ممكن تكون مش جايبه لهجه قوي، او ممكن تكون مش عارفه لسه هتعمل ايه، ولكن يوم ما بيتقال رولينج ان اكشن بتتحول لوحده، تبع عفريت. انا شفت الكلام ده بعينيا، هي عندها حاجه مختلفه وحاجه ما ينفعش تتدرس. والنوع ده من البني ادمين بيكون زي اخويا كده في السكواش، رامي برضه، رامي عبقري في السكواش، ولكن الناس اللي بيبقى عندها الحته دي ساعات ما بيبقاش عارف يقول لك هو عبقري. العبقري ما يعرفش يقول لك هو عبقري ازاي. لما تكون عبقري
بيبقى عندك حته كده تلميسه معينه ربنا اداها لك انت ما تعرفش تشرحها، فاهم قصدي ايه؟ فالحاجه الوحيده اللي انا باخدها منها هي حاجه واحده بس، انا عارف ان هي غير مجامله بالمره، روسيه جدا جدا غير مجامله بالمره، هي مصدقه فيا بنسبه 100%. هي مره قالت لي يعني قلت لها انت مصدقه قوي كده فيا وكذا وكذا، قالت لي بص اقول لك من الاخر يعني لو انت مش كويس قوي كده وانا شايفاك كمان بره وفي هوليوود وكده وكده، لو انا قلت لك ان انت جامد وانت مش جامد انا ههزقك وههزقني. فلما قالت الكلمه دي فكرت فيها كده فعلا، لقيت ان هي عندها حق، يبقى هي فعلا تتكلم بجد، يبقى فعلا مصدقه فيا، وادتني طبعا زقه بقى جامده جدا. لما حد موهوب زي ده يقول لك وتبقي عارفه بجد ان هو بيقولها بجد ان انت عندك حاجه، دي تاخدك وتزقك لساعات، واحد بس ممكن يغير حياتك كلها.